فريق سلام انت. النهارده كنت رايح اقابل احمد السيد عشان هو حين مزرعه النعام، وهنا خلاص بقى ركبنا المكنه وخلاص وصلنا المزرعه. اول ما وصلنا المزرعه لقينا فيها عيال كتير قوي مستنين احمد السيد عشان المسابقه اللي هو بيعملها كل جمعه. وهنا بقى كنا بنشوف من حافظ اول صفحتين من صوت البقره او صوت البقره كامله، بس بسم الله ما شاء الله كان في اقبال جامد، الناس حافظه كلها صوت البقره او اول صفحتين. وهنا بقى كنا بندخل الناس بقى من على الباب عشان الناس اللي حافظه عشان تخش بقى تسمع. وهنا لقيت الولد ده كان واخد بيضه من ماما اللي فاتت عشان سمع اول صفحتين من صوت البقره، وخد البيضه ورسم عليها وكتب عليها حكيم قلب. وهنا بقى خلاص بقى احمد بدا يسمع للناس كده اول صفحتين من صوت البقره، واستعان بواحد كده كان حافظ القران كله اللي هو يساعد احمد ويسمع للاطفال الصغيره. وهنا احمد كان بيسمع اول صفحتين من صوت البقره، وهنا بدا يسمع للناس اللي حافظين صوت البقره. كان في معانا 8 او 9 حافظين صوت البقره كامله. وهنا بقى اول واحد كده يخلص صوت البقره، واحمد شكر كده قال له بسم الله ما شاء الله. وهنا كان في حوالي 15 واحد كانوا حافظين اول صفحتين من صوت البقره، وهنا احمد كان بيعدهم عشان يوزع عليهم الهدايا بتاعته. وهنا احمد كان بيعد الاطفال اللي كانوا حافظين صوت البقره كامله، كان حوالي 9 او 10 افراد غير البنتين اللي كانوا موجودين وحافظين صوت البقره كامله. واحد لما شاف الفيديو بتاعكم المره اللي فاتت هو ما حبش ان اسمه يتذكر، هات لكم 2000 جنيه. 2000 جنيه ديت هتتوزع عليكم كلكم. طبعا اللي حافظ الصوره كامله مش هيتقارن باللي حافظ اول صفحتين. احنا اول حاجه هنبدا باللي حافظ الصوره كامله، كل واحد منهم 100 جنيه، بعد كده هنقسم بقيه الفلوس عليكم انتوا كلكم. وهنا احمد السيد بدا يوزع ال 100 جنيه على الناس اللي كانوا حافظين صوت البقره كامله، كان نظام اللي هم يتشجعوا ويحفظوا القران كامل. وهنا بعد ما وزعنا 100 جنيه اللي كانوا حافظين صوت البقره كامله، اتبقى من 2000 جنيه 1200 جنيه قسمناهم على الاطفال اللي حافظين اول صفحتين من صوت البقره، اتبقى كل واحد هياخد 50 جنيه. وهنا بقى خلاص وزعنا ال 50 جنيه وكمان ادينا كل طفل هو موح بيضه نعام. هنا بقى عشان الناس تروح عملنا ممر شرفي للناس اللي كانوا حافظين صوت البقره كامله او اللي كانوا حافظين اول صفحتين من صوت البقره. وانا هنا خلاص بقى قررت ان انا اطلع كده للاطفال الصغار اللي واقفه بقى اللي هم ما كانوش حافظين حاجه عشان اتصور معاهم. بس يا ابني انا خربت عن معنى.